أسعد الله مساءكم، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة لأهم وآخر الأنباء، وهذه عناوينها. قوات الشرعية على مشارف مديرية حيران في حجة، والجيش الوطني يدفع بتعزيزات إلى جبهات الساحل الغربي في تعز. غارات مكثفة للتحالف العربي على مواقع الانقلابيين في تعز وصرواح ومأرب. وزير الرياضة في حكومة الانقلابيين حسن زيد يشرف على تدريبات عسكرية وإرهابية للحوثيات. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء أحمد بن دغر أن دعم إيران لانقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ساعدها على الاستمرار. وقال خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني توباس ألود في جنيف على هامش مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية إلى اليمن أن اليمن يعيش حالة انقلاب عسكري لم يكن ليستمر لولا الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية وتهريب الصواريخ الحرارية الحديثة التي استخدمتها الميليشيا في قتل الشعب اليمني وقصف الحدود مع السعودية. من جهته أكد المسؤول البريطاني أن بلاده تولي القضية اليمنية اهتماما استثنائيا وتعمل مع المجتمع الدولي والإقليمي على بلورة أفكاره لخدمة الشعب اليمني والحكومة الشرعية. كما أكد رئيس الوزراء خلال لقائه نائب وزير خارجية اليابان موتومي تاكيساوا أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مزقت النسيج الاجتماعي اليمني بالحرب التي تشنها على الشعب اليمني، وقال إن الجماعات المسلحة التي جاءت من محافظة صعدة لا تحارب بمفردها، وأن هذه الجماعة تشن حربا على الفقراء والمساكين، وهي بحربها تمزق النسيج الاجتماعي اليمني وتؤخر وصول المساعدات الإنسانية. ميدانيا وعسكريا لقي عدد من ميليشيا الحوثي وصالح مصرعهم وأصيب آخرون في تجدد المواجهات في مديرية صرواح غرب مأرب. مصدر عسكري قال إن معارك عنيفة تجددت في ضواحي سوق صرواح وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع الميليشيا الانقلابية في منطقة تباب الحماجرة جنوب سوق المدينة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. وفي تعز عزز الجيش الوطني قواته في مناطق الساحل الغربي تمهيدا لخوض عمليات عسكرية واسعة النطاق. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني وبإسناد من قوات التحالف العربي تستعد لتحرير مدينة موزع بالكامل، وذلك بعد أحكام سيطرتها على كافة المنافذ البرية للمدينة الواقعة شرق مدينة المخا. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة. مساء الخير سيد محمد. مساء النور، أهلا وسهلا. بداية صف لنا الموقف العسكري في موزع والمخا حتى هذه اللحظة. في حقيقة الأمر المستجدات الميدانية في مديرية موزع هي كما نعرف أن الجيش الوطني والمقاومة أصبحوا أو على مقربة من السيطرة الكاملة على معسكر خالد الذي يقع في مديرية موزع، كما أننا نستطيع القول حسب ما أكده لنا القيادات الميدانية للمقاومة والجيش الوطني في موزع أن هذه المديرية أصبحت 80% منها قد تحرر وتم السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني. ذلك ما شجع الجيش الوطني والمقاومة على استكمال تحريرها بالكامل وقطع كافة شرايين امدادات الميليشيات الانقلابية. بحكم أن هذه المديرية هي مديرية استراتيجية تتحكم بالساحل الغربي وتتواجد فيها أكبر قاعدة عسكرية للميليشيات الانقلابية وهي معسكر خالد. نعم، ما هي المعلومات لديك بخصوص التعزيزات العسكرية للجيش الوطني نحو الساحل الغربي، وأين وجهت هذه التعزيزات؟ كما تحدث التقرير على أن الجيش الوطني عازم كل العزم أولا لخوض معركة تكتيكية وهي بمستوى المعركة الاستراتيجية لتحرير ما تبقى من مناطق موزع. بالفعل الجيش الوطني يتجه الى لخوض هذه العمليه، كما ان هذه التعزيزات تاتي ضمن التعزيزات العسكريه وفق الخطه الاستراتيجيه
عملية أو المرحلة الثانية لعملية الرمح الذهبي التي يهدف فيها الجيش الوطني والمقاومة لتحرير محافظة الحديدة وبنائها. يعني الآن من خلال حديثك نريد أيضا عن وجهة المعارك والهدف الأقرب للجيش الوطني حاليا. استراتيجيا كما تحدثت هو المعركة الفاصلة معركة أو المعركة الاستراتيجية ذات الهدف الاستراتيجي، وهي استعادة السيطرة على أو تحرير محافظة الحديدة ومنائها. نعم. بحكم أن هذه المحافظة أصبحت يعتمد عليها كثيرا، تعتمد عليها كثيرا الميليشيات الإنقلابية في الجانب الاقتصادي وكذلك الجانب العسكري، كما أنها الأوضاع الإنسانية أصبحت تستدعي تحرير سكان هذه المدينة من عذابات السيطرة الإنقلابية. وكذلك مسألة الوجهة التي هي أولية في المعركة في الجبهة الغربية، أعتقد أنها هي إلى الشرق وكما تحدثت، وهي استكمال استعادة السيطرة الكاملة على ما تبقى من المنطقة الشرقية للمخاء. نعم، يعني كان هناك تدخل للتحالف العربي عن طريق الضربات الجوية، نريد أن نعلم أو نعرف منك حجم الخسائر التي خلفتها هذه الضربات الجوية في ميليشيا الانقلاب خلال الساعات الماضية. في جميع محاور المنطقة العسكرية الرابعة أستطيع القول لك أن الميليشيات الانقلابية تكبدت خلال 48 ساعة. نعم. خسائر فادحة، فعلى سبيل المثال بالأمس حاول، هل لديك إحصائية بهذه الخسائر؟ نعم، لا أستطيع أن أعطيك أرقام، هناك تقريبا تقريبية، لا نريد أرقام دقيقة. أستطيع القول أن أكثر من 20 عنصرا من الميليشيات الإنقلابية لقوا مصرعهم أمس أو عصر أمس أو ظهر أمس تحديدا في جبهة كرش، كذلك في مفرق البرح، وكذلك عبر ضربات طائرات التحالف، لأن اشتماتتهم في نعم. البقاء في منطقة في معسكر خالد جعلهم عرضة للضربات الموجعة من قبل مقاتلات التحالف. نعم. إذا السيد محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة كنت معا على الهواء مباشرة، شكرا لك. قال قائد عمليات اللواء 17 ميكا العقيد عبد حمود الصغير إن ألوية الجيش الوطني في تعز تعمل بصورة تكاملية في إطار معركة واحدة لتحرير المحافظة. أضاف في تصريح لقناة يمن شباب أن ألوية المحور تؤازر بعضها وتتولى مهامها بحسب الأوامر العملياتية الصادرة عن قيادة المحور. فيما يخص جبهة الكداحة، لا شك أن الجبهة هنا جبهة كبيرة جدا. في بداية التسليم هي لم تكن ضمن نطاق اللواء 17، تم تسليمها من قبل قيادة المحور بأمر عملياتي. اليوم تم أيضا تكليفنا أو التوجيه لنا بأمر عملياتي آخر بسليمها اللواء 35، والأمر طبيعي جدا. التكامل بين الألوية العسكرية مهم، ونحن في معركة واحدة سواء بقيادة المحور أو بقية الألوية الموجودة في تعز الأربعة كلها متكاملة، ونحن نشارك في عمليات موحدة كل الألوية، وهذا يدل على أن الجيش الوطني في تعز جيش موحد. وأكد العقيد عبد حمود أن عمليات الصيانة لمعدات الجيش الوطني تجري بصورة منتظمة ومسؤولة. ندرك تماما أن الجبهات بحاجة إلى رفض دائم بالسلاح. ما تم خلال أمس هو تم سحب دبابتين من الضباب للصيانة، وستعود إن شاء الله العمل خلال يومين القادمين، لكن حتى لا يترك فراغ بسحب الدبابتين، تم أيضا وجود تم موضوع سلاح مكافئ، وهو السلاح الموجود أمام هذا السلاح 105، أقوى من الدبابة نوعا ما. الدبابة 100 ملي وهذا الدبابة أو هذا المدفع 105. قمنا بتموضع مدفعي من هذا النوع في أكثر من اتجاه يسيطر على المنطقة بشكل عام ويوقف تقدم العدو، وأيضا يستهدف العدو بأكثر من اتجاه. قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قرى سكنية في منطقة العود بمحافظة الضالع. مصادر محلية قالت إن الميليشيات المتمركزة في مواقع السد ومنطقة العذارب بمديرية بعدان التابعة لمحافظة إب قصفت بالمدفعية والدبابات قرى العود، ما أسفر عن سقوط جرحى مدنيين وأضرار بممتلكات المواطنين.
تمكنت قوات الجيش الوطني بمديرية القبيطة في محافظة لحج من دحر ميليشيا الحوثي من مواقع ونقاط استحدثتها وسط المديرية. وأكد مصدر ميداني أن معارك عنيفة شهدتها مديرية القبيطة، حيث يحاول الانقلابيون الوصول إلى نقيل نجد الوزف الذي يعد خط تماس فاصل بين قوات الجيش والانقلابيين، وأجبرتهم على التراجع والانسحاب وكبدتهم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا المتحدث باسم جبهة كرش عنتر الصبيحي. مساء الخير سيد عنتر. مساء الخير، مساء الأنوار عليكم. بداية، آخر التطورات الميدانية في جبهة أو مديرية القبيطة حتى الساعة، وما هي أبرز نتائج هذه المواجهات التي وقعت هناك؟ آخر التطورات هناك، قبل لحظات هناك تعزيزات للحوثيين وصلت إلى جبال القبيطة على إحدى المواقع التي تتمركز فيها هناك. طبعا هذا اللي التعزيزات تأتي بعد فشلهم يوم أمس من السيطرة أو محاولة الهجوم على موقع للجيش المقاومة، لكن أبطال المقاومة والجيش تصدوا لتلك المحاولات وأجبروهم على التراجع، ولم يستطيعوا إحراز أي تقدم لهم بعد الهزائم التي لحقت بهم في عدة مناطق وفي عدة جبهات. الحوثيين يحاولون من وقت إلى آخر أنهم يسيطروا على مواقع حتى لا تكون عندهم هناك قوة أو يثبتوا وجودهم في المنطقة، لكنهم الآن باتوا فاشلين، ومواقعهم باتت أوهن من بيوت العنكبوت رغم التعزيزات التي تصل إلى المنطقة. يعني سيد عنتر، تحدثت عن تعزيزات من جهة الحوثيين، أين تتمركز هذه الميليشيات الانقلابية في القبيطة تحديدا، وكيف يمكن أن تصل إليها التعزيزات؟ ونعلم جيدا أن هناك ربما يعني غطاء جوي من قبل التحالف العربي. التعزيزات تصل طبعا عن طريق الراهدة، عن طريق تعز الراهدة إلى أن تصل إلى القبيطة. هناك حيث يتم تجمعهم في إحدى المدارس، مدرسة الفلاحي، نعم، القريبة من نجد الوزير. ولكن هذه المناطق هناك مواقع المقاومة تسيطر على تلك المواقع على نجد الوزير، الذي تم منعت القوات الجيش والمقاومة الحوثيين من التقدم إليه. نعم. وهناك تطورات أيضا يوم أمس، الطيران استهدف تعزيزات للحوثيين في وقت الغداء طبعا في جبهة الشريقة. نعم، لكنك قبل قليل تحدثت سيدي عن تعزيزات وصلت للحوثيين، كيف يعني تصل هذه التعزيزات وهناك سلاح جو أيضا أنتم كقوات للجيش الوطني في أطراف لحج والقبيطة؟ يعني البعض ربما يأخذ عليكم بأنكم دائما ما تكونون في موقف دفاع وليس في موقف هجوم. التعزيزات توصل لهم طبعا هناك بواسطة دراجات نارية، وهناك أيضا بواسطة سيارات لم تكن بأطقم، إنما سيارات غير الأطقم، حتى يعني وهم الطيران إيهام إذا أن يصلوا إلى مناطقهم هناك. نعم، هل لديك بإحصائية محددة حول نتائج هذه المواجهات التي حدثت في مديرية القبيطة؟ حسب المعلومات الواردة إلي من هناك، أن هناك قتلى من الحوثيين، يعني أكثر من 5 قتلى خلال معارك الأمس. نعم، يعني كيف تعلق على موقف، ربما السؤال الذي سألتك إياه لم تجب بطريقة مباشرة، كيف تعلق على موقف الدفاع من قبل قوات الجيش الوطني، وأن هذه القوات لا تهاجم، وربما البعض يعني يعرف أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم؟ طبعا أنت تعرف في القادة والجيش والتحالف، نعم، في هناك عندهم خطط عسكرية، وهناك ما يدور في أذهانهم. وخلال الأيام الماضية هناك فيها تغيير في الجبهات، جبهات أحد القادة، أحد الجبهات سيتم هناك تغيير للقادة فيها، وباتجاه حيفان أيضا إن شاء الله. نعم، إذن السيد عنتر الصبيحة المتحدث باسم جبهة كرش كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وميليشيات الحوثي والمخلوع في عدة مناطق في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. مصادر ميدانية قالت أن اشتباكات اندلعت في مناطق المصعوق والمنصة بطياب ذي ناعم عقب هجوم للمقاومة على موقع المنصة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات. إلى ذلك شنت الميليشيات قصفا عشوائيا على مساكن المواطنين في مناطق أفعان وآل هشام ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل. تمكنت قوات الجيش الوطني من إحراز تقدم جديد باتجاه مديرية حيران بمحافظة حجة بعد أن تمكنت من استكمال تحرير الأحياء الشمالية والشرقية من ميدي. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف العربي تمكنت من استكمال تطهير عدد من المواقع المحيطة بقلعة القماحية أو القماحية التي تمت السيطرة عليها من قبل. كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها على مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظتي مأرب وتعز، واستهدف القصف بثلاث غارات استراحة يستخدمها مسلحو الميليشيا كنقطة للتجمع والقيلولة في منطقة سرواح، وخلفت منهم قتلى وجرحى. كما دمرت غارات أخرى رشاشا للميليشيا في سوق سرواح، وقصفت تعزيزاتهم في وادي الرمضة كانت في طريقها إلى سرواح غرب مأرب. وفي تعز تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير مخزن للسلاح في معسكر خالد بن الوليد. إلى ذلك دمر سلاح الجو السعودي الداعم للشرعية في اليمن زورقا حوثيا حاول دخول المياه السعودية قبالة جازان. وقالت قناة العربية إن حرس الحدود رصد زورقا بحريا مجهولا يسير بشكل سريع نحو رصيف ومحطات تكرير منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو النفطية الحكومية بجازان قبل أن يتم اعتراضه وتدميره. في ظاهرة غريبة على المجتمع اليمني المحافظ، كثفت الميليشيات الانقلابية خلال الآونة الأخيرة من عملية تدريب مجاميع نساء حوثيات في معسكرات تدريب خاصة في العاصمة صنعاء. معسكرات التدريب الحوثية للنساء بعضها سرية وأخرى معلنة، ويتم تدريبهن فيها بشكل يومي على كيفية استخدام الأسلحة المختلفة وتنفيذ عمليات اغتيال من خلال التدريب على إتقان استخدام سلاح المسدسات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبد العالم إسماعيل، باحث في شؤون الجماعات المسلحة. مساء الخير سيد عبد العالم. أهلا. بداية، يعني سمعت الخبر الذي ربما كان يعني حول تدريب النساء الحوثيات على استخدام السلاح، ما دلالات هذا الخبر؟ هو ليس بالأمر الجديد، كانت القنوات الإخبارية ووسائل الإعلام تداولت في سبتمبر من العام الماضي صورا تظهر تدريب نساء تابعات للميليشيا في إحدى المدارس في أمانة العاصمة وعرض عسكري نسائي. نعم. والصور التي تداولها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي هي أشبه ما تكون في صور مكتبية هدفها دعائي، ويبدو أن هدفها يأتي في إطار صراعات في العمق ما بين طرفي الانقلاب، لأن نشر هذه الصور يأتي بعد أيام من ظهور الرئيس السابق صالح مع حراسات نسائية. نعم. صورة تداولها ناشطون أيضا، لكن من المؤكد أن هناك تدريبات منذ وقت لعناصر نسائية وهي تأتي لأسباب متعددة، منها ربما زيادة الاستنزاف لأبناء القبائل وزيادة المشكلات والمصادمات ما بين القبائل والميليشيا. نعم. وخصوصا في أمانة العاصمة مع اقتراب الجيش الوطني. نعم. ألا يدل ذلك على ربما ذهب البعض أن هذا دلالة على ضعف موقف الحوثيين؟ بالتأكيد هناك مؤشرات فيما يتعلق باقتراب قوات الشرعية من العاصمة صنعاء، أضف إلى ذلك المؤشرات السياسية الأخرى التي لابد أن تذهب إلى وجود ترتيبات تحت الطاولة مع هذا الطرف أو ذاك، لأنه من المؤكد
أنه في الساعات الحاسمة سيتم استعمال الطرف ما على حساب الطرف الآخر من الانقلابيين، وهي ترتيبة يبدو أن الميليشيا الحوثية تستعد لها أو تشعر بقلق إزاءها. الأمر الآخر هو جزء أيضا من إبراز أن هناك نوع من التعبئة أو الجاهزية داخل الميليشيا سيد عبد العالم الحوثية، وجزء أيضا من مظاهر عسكرة العاصمة صنعاء، لكنه على بكل الأحوال يخفي قلق كبير لدى الميليشيا. يعني سيد عبد العالم، في بداية سؤالي لك ذكرت بأن هذا الخبر ليس بجديد، هل لديكم معلومات عن مراكز تدريب الحوثيات على السلاح تحت إشراف حسن زيد؟ ليس هناك معلومات سوى ما تم تداوله في مواقع التواصل أو المواقع الإخبارية، سواء من ديسمبر العام الماضي أو هذه الأيام، وهي تتحدث عن وجود عن استخدام بعض المدارس لتدريب القطاعات لتدريب أعداد من النساء على استخدام الأسلحة. أضف إلى أن الصور تظهر أن التدريب يتم داخل المنازل. الأمر الآخر، كان هناك يعني أخبار من قبل فترة بالطريقة نفسها عن وصول إيرانيات إلى العاصمة صنعاء، وهي تصب جميعها في إطار سلوك السؤال هنا سيد إيراني، لكنهم لن يكون ذي أهمية كبرى في تغيير المشهد على الأرض بقدر ما يستخدم كدعاية ونوع من الحرب النفسية غير ليست ذات أهمية كبرى. نعم سيد عبد العالم، هل عمليات التدريب هذه ربما تقتصر فقط على صنعاء أم أن هناك مراكز تدريب في محافظات أخرى؟ حتى الآن ما يتم تداوله يبرز أن الأمر مقتصر على العاصمة صنعاء، وهو ما يعني أن هناك قلق كبير من ما يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة ومن سيناريوهات عدة مطروحة، وبالتالي تتركز معظم الأنشطة والأنشطة الأخرى بدافع هذه المخاوف حول العاصمة نفسها، لأن المعركة تقترب يوما بعد آخر هناك. نعم السؤال الأخير، يعني من خلال يعني حوارنا أو نقاشنا في هذا الملف، هنا سؤال يفرض نفسه، هل هناك أي جهات دولية ربما مهتمة بملف ملشنة الحوثيات وتسليحهن؟ وإذا كانت موجودة بالفعل، من هي هذه الجهات؟ منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة والتي تركز في العاصمة صنعاء تحوثنت منذ وقت مبكر، وبالتأكيد هناك منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية لديها مكاتب في صنعاء وحتى أيضا محلية، لكنها بكل تأكيد لن تتناول مثل هذه الأمور التي لا تصب في خدمة الميليشيا الانقلابية، لأنه فيما يبدو من سلوك الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن هذه المكاتب والأجهزة هي تعمل بكل ما أوتيت من قوة ضد الشعب اليمني، وحتى اليوم هي تحاول ابتزاز دول الخليج للحصول على أموال طائلة، وستقوم بتوظيف معظمها خارج مصلحة الشعب اليمني، كما أنها تفرض عراقيل دون أن تقوم بمسؤوليتها كأمم متحدة، هي فقط تفرض عراقيل وتهديدات وتحذيرات من للشرعية من إمكانية الإقدام على تحرير ميناء الحديدة، لكنها تتهرب الأمم المتحدة تتهرب من القيام بمسؤوليتها المتصلة بمراقبة تهريب الأسلحة للإنقلاب الإيرانية للإنقلابيين وغيرها. والأمر نفسه ينطبق على فيما يتعلق بالانتهاكات لاستخدام النساء في الحرب أو استخدام الأطفال. الأمم المتحدة ومكاتبها في صنعاء مفرسة منذ سنوات طويلة كجزء من الحرب الإيرانية ضد الشعب اليمني، وهي ستواصل هذا الأمر ما لم يحدث تغير دبلوماسي جذري من قبل الحكومة الشرعية يشمل تغيير جميع أفراد السفارات والسفارات الجمهورية اليمنية في حول العالم من السفير إلى الغفير كما يقولون. نعم، إذن السيد عبد العالم إسماعيل الباحث في الشؤون
أو في شؤون الجماعات المسلحة، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. عدن على أبواب صيف ساخن وانقطاعات التيار الكهربائي مستمرة. الحديدة الغنية بمواردها المائية تشكو الظمأ المتعمد من قبل الميليشيا الانقلابية. حضرموت تدشن خطا ملاحيا جديدا وتستعد لاستقبال خط رابع قريبا. بإمكانكم متابعة قناة يمن شباب على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما يمكنكم التفاعل مع برامج القناة عبر صفحاتها في فيسبوك وتويتر. تمتعوا بمشاهدة أجمل البرامج من إنتاجات القناة وأقوى الإنتاجات العربية على قناة يوتيوب يمن شباب. أهلا بكم من جديد. 67,000 من المعلمين والمعلمات في تعز يواصلون احتجاجاتهم لمطالبة الحكومة الشرعية صرف مرتباتهم والكف عن المماطلة والتسويف. إلى التقرير. جرع كيماوية ومعاناة مستمرة. منير الطيب وزوجته مصابان بالسرطان. الأشد فتكا من المرض هنا هو انقطاع الراتب، فالطيب كان يعمل مدرسا في منطقة صبر بمدينة تعز. أنا الآن أسبوعيا هنا، رقود كل أسبوع أنا رقود هنا، فظروف راتب طبعا صعب جدا، لأن 7 أشهر الآن بدون راتب، يعني مشيت سعيد الآن استلمنا الراتب واحد من الشرعية، تمام، محمرين أيضا بيوت، الاثنين أمراض يعني ما حد يقدر يقوم الثاني. هذه الحالة واحدة من 67,000 موظف وموظفة في المدينة المنكوبة لم يستلموا رواتبهم منذ 7 أشهر مضت، وهو ما يعني معاناة الآلاف من الأسر في ظل حرب الإنقلابيين على المدينة وحصار لم ينتهي بعد. نحن خرجنا مع الثورة وما زلنا سنخرج، نحن من أبناء الشرعية، نحن من قدمنا أبناء الشهداء، ابني وفلذتك بدي عند الله صلى الله أن يتقبله، غير من الأمهات الكثير، لكننا اتقوا الله فينا يا رئاسة الوزراء، يا رئاسة الحكومة، نريد مطلبنا الشرعي، نريد رواتبنا. الاحتجاجات في الشارع لم تتوقف من شتى مكاتب الجهاز الإداري، تربوية ومدنية ومتقاعدون عسكريون وجامعة تعز، موظفون وأكاديميون، ولسان حالهم فقدان الراتب لا يقل فداحة من قذائف الإنقلابيين. الراتب ليس ملكا للموظف فحسب، بل يعول أسرة كاملة وربما أكثر من أسرة، وبانقطاعه يعاني الجميع، وهنا تكمن المشكلة. أمين دبوان، يمن شباب، تعز. تتواصل انقطاعات التيار الكهربائي في العاصمة المؤقتة عدن على أبواب فصل الصيف الذي بلغ فيه أو تبلغ فيه درجات الحرارة مستويات مرتفعة. وقال مسؤولون في وزارة الكهرباء إن الجهود جارية على عدد من المشاريع وإصلاح المحطات وعلى أكثر من مستوى بهدف توفير 100 ميجا للمدينة ومحافظتي لحج وأبين قبل دخول شهر رمضان المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد نزار هيثم المتحدث باسم السلطة المحلية بعدن. مساء الخير سيد هيثم أو نزار. أهلا، مساء النور. يعني بداية، ما هو توصيفكم أو ما هو تعليقكم على الوضع الراهن لكهرباء مدينة عدن؟ طبعا الوضع لا يسر أحد بكل تأكيد. العجز الذي يتواجه حاليا في الطاقة التوليدية مشكلة ليست وليدة اليوم، ولكنها مشكلة مزمنة. لو ترفع صوتك قليلا سيد نزار.
أقول لك أن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، ولكنها إحدى نتائج التدمير الذي كان حادثا من سبق من خلال الأعمال التي كان يقوم بها نظام علي عبد الله صالح. نعم. فيما سبق كان يعمل على تدمير المؤسسات العامة ويمكن بعض الشركات الخاصة من التأجير، وبالتالي نعم أسمعك جيدا سيد نزار، أكمل. سيد نزار هل تسمعني؟ لك أن الكهرباء هي ليست وليدة اليوم، ولكنها مشكلة مزمنة وفشلها متعمد. نعم. بالنسبة للجمهورية بشكل عام، ولكن بالنسبة لعموم محافظات الجنوب كان هناك عجز مستديم بسبب أنه لم يتم إنشاء أي محطات استراتيجية تغطي العجز الذي يتواجد في الطاقة حاليا، ومن خلال تركيب محطات جديدة أو إضافة توربينات جديدة للمحطات القديمة التي لابد أن تتواكب مع نمو الأحمال، والتي للأسف كانت الوزارة من سابق تبحث عن حلول ترقيعية تتجسد فقط في الطاقة المشترى التي أنهكت المؤسسة العامة للكهرباء ماليا، وهي من دشنت عهد الفساد. بينما هناك بالمقابل كان هناك إنشاء محطات استراتيجية في مأرب تعمل بالغاز، ولكن استثنيت المحافظة الجنوبية والعاصمة عدن من هذا المشاريع الاستراتيجية. نعم يعني سيد نزار بالنسبة لعدن بوضع خاص، قدرة التوليد أساسا في المحطة العامة التابعة للمؤسسة هي أقل من الحمل الأقصى للاستهلاك بمقدار تقريبا أقل من النصف أو أكثر، ولأنها كانت تعتمد سابقا على محطات الطاقة المشتركة التي كانت تستلم الطاقة من المنظومة الكهربائية التي كانت موحدة عندما كانت الشبكة لا زالت قائمة، وكانت هناك أيضا محطة مأرب الغازية عاملة. السؤال هنا اليوم ظهر هذا العجز ولم يكن هناك أي حلول خلال السنتين الماضيتين. سيد نزار السؤال هو اليوم من يتحمل المسؤولية المباشرة في انقطاع الكهرباء؟ جميعنا لابد أن يتحمل هذه المسؤولية. نحن نثق أن الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا، نعم، رغم أنها جهود تبدو بطيئة، ولكن لابد أن تسارع بهذه العملية وتدرك أولا حجم العجز الذي يتواجد في العاصمة عدن. عدن حاليا يتولد لديها حوالي 150 ميجا وات فقط، وبالتالي العجز يتجاوز 200 إلى 300 ميجا وات. نعم. فلا بد أن تكون هناك الحلول العاجلة أن تأتي بموازاة لهذا العجز الحاصل. لا يمكن أن نعمل فقط محطة 60 ميجا أو 100 ميجا ونقول أن الحل سينتهي. لا بد أن ندرك أن الحل سيبقى. جميل. المشكلة ستبقى إن لم توجد حلول استراتيجية لإنشاء محطات تعوض هذا العجز الكامل. سيد نزار يسعى إلى أن تكون هناك محطة استراتيجية أقلها من 500 ميجا إلى 1000 ميجا وات. هذه التي نعتقد جميعا ما هي الحل الأمثل. جميل جميل. أنتم كسلطة محلية ما هو دوركم الذي تقومون به في حل هذه المشكلة؟ دور السلطة المحلية هي كانت من تقوم على الإشراف المباشر على المحطات وتحاول بقدر الإمكان أن تعيد المؤسسات العامة إلى العمل. نعلم أن ما بعد الحرب كانت الأمور صعبة، وكانت عدن معرضة إلى خطورة إلى مجموعة من التحديات والمخاطر الإرهابية التي لله الحمد انتهت، وبالتالي عادت الحكومة إلى العاصمة عدن لتبدأ أعمالها وتساعد السلطة المحلية بعملية دعم الصيانة والتشغيل للمحطات التي الكل يعلم أنها مدمرة، ولكن كان هناك تباطؤ في هذا الأمر وبالتالي المشكلة لا زالت قائمة. نعم يعني سيدي هناك جهود تحدثتم عنها لتوفير طاقة إضافية استعدادا للصيف وخاصة لشهر رمضان المقبل، أين وصلت تلك الجهود والمشاريع التي يجري لغاية الآن العمل عليها حاليا يعني حسب المعلومات المتوفرة لديك؟ حاليا هناك مرحلة أولى بإدخال عدد 2 توربينات قدرتها تقريبا الواحدة منها 30 ميجا وات. طبعا نحن نعلم أنها ليست كافية، ولهذا قررت الحكومة الإسراع بإنهاء المناقصات لشراء 100 ميجا وات. نعم. هذه ستحتاج تقريبا لفترة أكثر من شهر أيضا لتكون جاهزة، وبالتالي ستساعد قليلا لتغطية هذا العدد. هناك يعني مشاكل أخرى يعني حتى المئة حتى المئة ميجا فقط الطاقة التوليدية هي ما نعانيه منه في المؤسسة العامة للكهرباء، ولكن يعني سيدي حتى المئة ميجا وات لن تكون كافية بكل تأكيد.
حاليا الطاقة القصوى تتجاوز 380 ميجا وات، بينما الإنتاج الفعلي حوالي 150. فإضافة 100 ميجا سيكون فقط 250 معنا. يعني أنتم كسلطة محلية بعدن كيف ستتعاملون، وخصوصا أننا سندخل على يعني صيف حار جدا، وأيضا هناك شهر رمضان المبارك سيعانون الناس، أليس هناك بدائل لمثل يعني لحل هذه المشكلة؟ هناك بدائل عديدة، هناك مناشدة تمت مؤخرا في المؤتمر الصحفي الذي وضع فيه النقاط على حروف سيادة المحافظ إدريس الزبيدي بنداء استغاثة عاجل لدول التحالف العربي وبالأخص لمنظمات الدولية وعلى رأسها الهلال الأحمر الإماراتي. نعم. سنسعى جاهدين أيضا ليعملوا ما باستطاعتهم لوضع حلول آنية ومستقبلية لهذه المشكلة، ولكن هناك مثل ما أضفت هناك مشاكل أخرى موجودة ليست فقط في مجال إنتاج. نعم. حقيقة حقيقة سيد نزار، شبكة التوزيع والنقل. نعم حقيقة سيد نزار، هذه مشكلة تحتاج لحلول آنية، يعني لا تحتاج لحلول على مدى بعيد. ولم تخرج. نعم. إذا سيد نزار هيثم المتحدث باسم السلطة المحلية بعدن كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. دشن وزير النقل في الحكومة الشرعية مراد علي الحالمي ومحافظ محافظة حضرموت لواء ركن أحمد سعيد بن بريك رحلات الخط الملاحي الجديد هورزن شبينغ لاين الذي يربط أو سيربط ميناء المكلا بموانئ دول شرق آسيا والخليج العربي عبر رحلات بحرية مباشرة لنقل البضائع والحاويات المختلفة. وقال الوزير الحالمي في حفل التدشين أن الخط الملاحي الجديد يمثل إضافة حقيقية لميناء المكلا وللنشاط التجاري والاقتصادي بالمنطقة وتنامي حركة الصادرات والواردات والتبادل التجاري بشكل عام. قال محافظ أبين اللواء ركن أبو بكر حسين سالم أن الجهود تبذل على كافة المستويات من أجل توفير كل مقومات البناء والتنمية. وخلال لقائه نائب وزير الكهرباء المهندس مبارك التميمي ناقش أوضاع الكهرباء بالمحافظة في ظل قطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتحديدا في مدن الدلتا ذات الحرارة المرتفعة وانعكاس ذلك على حياة الناس. هذا وأكد نائب وزير الكهرباء أن العمل جار لتوفير 100 ميجا لمحافظات عدن وأبين ولحج قبل شهر رمضان المبارك. يواجه السكان في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر منذ أكثر من شهرين أزمة خنقة في المياه تقف خلفها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عبد الحفيظ الحطامي الصحفي وأيضا المحلل السياسي. مساء الخير سيد عبد الحفيظ. مساء النور أخي الكريم. بداية دعنا نبدأ معك أو نتحدث حول إلقاء طيران التحالف منشورات تدعو فيها الانضمام لقوات الشرعية والتوجه لتحرير المدينة، ما تعليقك على ذلك؟ نعم أخي الكريم، استيقظ سكان مدينة الحديدة على كمية من المنشورات التي أسقطتها مقاتلة التحالف في عدد من أحياء مدينة الحديدة، وهي للمرة الثانية خلال أسبوع تدعو المواطنين الانضمام إلى الجيش الوطني وإلى الاستعداد لتحرير ميناء الحديدة، على اعتبار أن ميناء الحديدة للأسف الشديد حولت الميليشيا الحوثي والمخلوع لتهريب الأسلحة وتهريب أدوات الموت عبر هذا الميناء، إضافة إلى رفض ميليشيا الحوثي والمخلوع استقبال مواد الإغاثة واستقبال المساعدات الإنسانية الأممية وكذلك الإقليمية، مما سببت وأحدثت مجاعة مروعة هنا في محافظة الحديدة. وبالتالي فإن مقاتلة سيدنا قوات التحالف والجيش الوطني هناك فيما يبدو إصرار واقترب الحسم واقتربت ساعة الصفر بحسب قيادات عسكرية تواصلنا معها في عملية تحرير هذا الميناء الذي يعتبر آخر متنفس لهذه الميناء التي يزود الميليشيات بمئات المليارات من الإيرادات، والتي للأسف الشديد بدل أن توظفها لخدمات سكان هذه المدينة تحولها إلى أرصدة. نعم. قيادات ميليشيا الحوثي والمخلوع. نعم. دعنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو الأزمة أو الخانقة في المياه التي تعصف بمدينة الحديدة منذ أكثر من شهرين، يعني بالعودة إلى هذه الأزمة، ما سبب تزامن ظهور ربما هذه الأزمة مع اقتراب العمليات العسكرية لتحرير المدينة؟ يعني البعض يربط هذين العاملين.
نعم أخي الكريم، منذ شهرين طبعا، منذ 3 سنوات ومحافظة الحديدة تغرق في الظلام والحر. نعم. بعد أن فقد السكان خدمة الكهرباء والتي تسببت فيها ميليشيا الحوثي والمقلوع ونهبت ميزانيتها وعبثت بالمؤسسة ورفضت أن تأخذ من إيرادات الميناء الوقود والمازوت لإضاءة هذه المدينة التي تعاني فصلا صيفيا حارا وفصولا حارة على امتداد العام. إضافة في الشهرين الأخيرين هناك حالة من الظما، هناك أكباد ضامئة في مدينة الحديدة الكريم، هناك أزمة حقيقية. بالأمس ونتواصل مع العديد من الأحياء والجيران والسكان. نعم. هناك الأطفال والنساء ولديهم أدوات الصفيح والأدوات البلاستيكية ينقلون المياه الصالحة للشرب من منطقة إلى أخرى. هناك بعض السكان لجوا إلى حفر الآبار الغير الصالحة للشرب. هناك الأحياء التي أصبحت تأخذ مخلفات البلاستيك تحت قدور من الماء في محاولة لتعقيمها والشرب منها بعد أن نظبت المياه، بعد أن توقفت خدمة مؤسسة المياه. ويقول أو تمرر سلطة الأمر الواقع بأن أنه لم تعد ميزانية لهذه المؤسسة، وبأنه أيضا لم يعد لهذه المؤسسة ما قيمته الوقود التي يضخ المياه إلى 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 منازل السكان. نعم. بالتالي 3 مليون مواطن تقريبا في محافظة الحديدة. سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ، هذا يقودنا لسؤال. سيد عبد الحفيظ، لماذا تختلق ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح هذه الأزمات؟ ماذا تريد من وراء ذلك؟ طبعا تهدف ميليشيا الحوثي والمخلوع من سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على سكان هذه المحافظة محاولة ترويع السكان من عملية التحرير، وهي لا تدرك أن السكان بدأوا يدركون جيدا بأن استمرار بقاء هذه الميليشيات واحتلالها لإيرادات المحافظة وثروات هذه والمدينة وهذا الميناء. فبالتالي أن المواطنون اليوم يتطلعون إلى الحرية، يتطلعون إلى التحرير، يتطلعون إلى أن تنقشع هذه الميليشيا. وصلت التي الفكرة للأسف الشديد. نعم. دمرت ونهبت كل شيء له علاقة بالحياة الكريمة. سيد عبد الحفيظ، عذرا على المقاطعة، وصلت الفكرة ونعتذر على مقاطعتك لضيق الوقت. شكرا، كنت معنا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك. نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قوة الشرعية على مشارف مديرية حيران في حجة، والجيش الوطني يدفع بتعزيزات إلى جبهات الساحل الغربي في تعز. غارة مكثفة للتحالف العربي على مواقع الانقلابيين في تعز وصرواح بمأرب. ووزير الرياضة في حكومة الانقلابيين حسن زيد يشرف على تدريبات عسكرية وإرهابية للحوثيات. ختام النشرة، إلى اللقاء.